قال هل عاصمة عينبا وحانو قم بهاد مقيا يدور روب دايو وار كيسان هذا انا روب كو صوب حدان انا قم ولي بوسو الشيقين يلا انا قرد ويدون وصو الشيقين قدومي ها قبلك حسبك إن أنا صوص عنه وحنا عادي عادي كم بحط مقينا أضيع شرناك نالين يا ردا إياه وينك إيا دمن تيم بع سيد ملقي هاي ما مشكلة إياه دعو صو بحدين إياه نسود ويسين وحنا دي شيء جي إن سفر كييجو أنا هاي سفر أوله أو ده وقت ينو دورشوي كوي دماده، لكن وحنا يكون نبي، إن كسرنا سور رجني، وانو تعلين وقت ين كهارين عنو نماد نو، إن عنو دين ما هاد نقره، وحنا دلنا نيو أم هاد سنتين، وأم هاد سنتين، وأم هاد سنتين. سلام كده. وحنو دي كمان بغينا تاغيرا دي انا سيسين حسبيهان وحنو دي كمان بغينا حلقي اولا لها وچري وعضاره اهلقا كموشين چرتين امالمي وقو دنبايي كلفي ان حكومة دي قلميون رمي حلقا تماتو سابقا بيا قرار ايسان وسير كمغنا واي وسيرو وسيرك حقينو ليشيو هذا سلطين تيسو خصبين بيك يا نالكم وكوار غبطان هذا سلطان كينو قو هنا سومالي لان سلطان عبد الله هنا يهلكم كو كينا شوشو عصيشي وحي واكستان نغو وطولينا دالكا سيد دورشنو دعدين وينوغين نتيجة دي وانو اغبالله ما أنت موسى مدحوينه أفر بلاد بوها مدحوينه ما شن بلاد لكن شن تعب بلاد حبس جدي سمين لدو بحسمين سو كما ورغ بتان قفكي هلا قفكي رياضة قفكي فيسبوك حقوقنا قفكي تويتر حقوقنا وهم بينان مغلتشين بريقه هلا مدبع فيسبوك حقوقنا بينان مغلتشين الله حري mid ba twitter gabad ba riyote meenan magal jirin gabad ba la xiraayo leey nigeria waa lagu soo xareen yameen baqalle waxa dadan ka islaamnimada iyo dadnimada ka baxsan weey walaal maanta waxa ka war qabtaan in noloshii dadku ay dirdir ku jirto in kastoo ka hadlay maal la weeyti balaaran uga hadlay sicir bararka laakiin waxa ogtiin in xukuumadu والكفر شلون تعرف تعرف كقابطه؟ هراوس الشيخ تبريو دكابيك كارو وحي له وحبك قابن كريم ما ينو لكن ما أنت عذاب سين أنا حبك قابن كريم. حسبي وطني وهو تاجي هاي ولي أوصي وضيع إنه شعبك السومال لن مدايو. وحوتا جاي إلى حكومة الدوغلة وخلدات كيدا فرت كفي غادا ليلة وحوتا جاي إن دتك حرية اللغة هاي السلطان بغر اسمه غوريو حرية اللغة وحينو ugu baaqayna xukuumadda inay shacabiga qaybihiisa kala duwan ee la xirxiray dhammaan xurriyadoodii soo celiso waxaan ugu baaqaynaa inay sicir bararka wax ka qabato maanta xubud dheeru ma iman waxaan u imid inaan idin mahadnaqo mar labaad aad iyo aad ba umaadsantihiin dhammaan taageerayaashiina taageeray umaadsan yihiin
na maanta fi gobolku noolna waa maatan yihiin insha allah doorashooyinka baa soo socda oo ay ugu soo horeeyaan kuwii golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waxay la tahay madaxweyne muuse laga sheegay fartii inaydun eersan doontaan waxay la tahay wixii naga khaldamay waxaynu ku sixi doonaa baarlamaanka iyo deegaanka sabab maaha soo diyaaruma nihin aad iyo aad baa umahadsantihiin